هذا سائل يقول: أخذت عمرة يوم الجمعة وصليت الجمعة في الحرم أنا وبعض الإخوان، وبعد صلاة الجمعة أقمت الصلاة وصليت أنا والإخوان الذين معي صلاة العصر قصرا وجمعا حيث نرغب الفضل، ثم سافرت في الحين، فما حكم ذلك؟ هذا غلط، ما يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، ولم يكن هذا من عمل السلف أو عمل العلماء المعتبرين ولا عليه دليل. فعليكم أنكم تعيدون العصر، الواجب إعادة العصر لأنه ما صح جمعها مع الجمعة. نعم.